نروح لسباق لقاحات كورونا على مستوى العالم. النهاردة أعلنت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر وشركة الأدوية الحيوية الألمانية باينتك أن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما فعال بنسبة تزيد عن 90% في الوقاية من كوفيد-19 بين أولئك الذين ليس لهم دليل على إصابة سابقة، مشيدين بالتطور باعتباره يوما عظيما للعلم والإنسانية. ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر قال إنه بحلول نهاية العام تقدر الشركة أنها تستطيع تزويد الولايات المتحدة بـ40 مليون جرعة من لقاح كورونا. أيضا منظمة الصحة العالمية رحبت بنجاح لقاح كورونا الجديد، واعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أن إعلان شركتي فايزر وبايونتك أن لقاحهما ضد كوفيد-19 فعال بنسبة 90% هو نبأ مشجع للتعليق والتحليل على مشجع في هذا الأمر. طيب علشان نتكلم في الموضوع ده بشكل أكبر ونقدر نستوضح بعض الأمور، إحنا معانا عبر سكايب من نيويورك الدكتور عبد الهادي خضر، أستاذ أمراض البطنة بمستشفى روبرت وود جونسون الجامعي بولاية نيوجيرسي. مساء الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. مساء النور يا فندم، أهلا بيك. أهلا بيك. كلمنا عن أهمية هذا اللقاح وحقيقة فعاليته في القضاء على الفيروس، وإمتى ممكن نقول إن هو يكون جاهز ومتاح للتداول في الأسواق؟ الحقيقة الأخبار زي ما حضرتك ابتديتي مبشرة جدا إن اللقاح هيكون موجود قبل نهاية العام، وفايزر هيبتدوا يقدموا على طلب طارئ للسماح باستخدام المصل الجديد أول ما يكملوا المعلومات المطلوبة من الـ FDA للأمان. الفاعليه بتاعه المصل المعلومات اوريدي زي ما حضرتك قلتي موجوده. المصل ده بيتكون من جرعتين، الجرعه الاولانيه وبعدها بثلاث اسابيع الجرعه الثانيه، وبعد اسبوع من الجرعه الثانيه يعني توتال 28 يوم الشخص بيكون عنده مناعه بنسبه 90%، ودي طبعا مبشرة جدا. المعلومات للأمان بتاع المصل هي دي اللي محتاجة تكمل، ولحد دلوقتي هم عندهم مؤشرات ان المصل في نسبة أمان كبيرة، فهم متوقعين ان هم يقدموا الطلب بتاعهم الأسبوع الثالث من نوفمبر، فدي طبعا مبشرة جدا. لو حضرتك تفتكري الرامدسافير ابتدى بنفس الطريقة، ان هو الشركة بتاعته أخذت اللي هو Emergency Use Authorization، طلب طارئ للاستخدام، وبعدين بعدها بكذا شهر يعني رامدسافير جات الأبروفال بتاعه إن هو يستخدم بأمان الشهر اللي فات بس. فدي برضو نفس الخطوات اللي فايزر هتتبعها، هتقدم على طلب استخدام طارئ، و وأول ما هم يبتدوا يعملوا كده هم ابتدوا اوريدي الإنتاج بتاع المصل علشان أول ما يجي لهم التصريح يبتدوا استخدامه. وزي ما حضرتك قلتي هم وعدوا قبل نهاية 2020 إن هم يكون في 50 مليون جرعة متاحة. هنا في أمريكا هيبتدوا الأول ب الفيرست ريسبوندرز، الأشخاص العاملين في الصحة وفي الطوارئ، البوليس والمطافي، هم اللي هيبقى لهم الأولوية للتطعيم، وأول ما يبقى فيه جرعات زيادة هتبقى لأغلبية المواطنين. وهم فايزر برضو قالت إن هو في 2021 متوقعين إن هم يعملوا 1.3 بليون جرعة. فده طبعا رقم كبير لان الطلب عليهم عالمي مش للولايات المتحده. امتى ممكن يكون متوفر في باقي دول العالم يا دكتور؟ وهل هناك اولويه لاي الدول التي يمكنها ان تحصل على هذا المصل قبل غيرها؟ الحقيقه ما فيش معلومات عن كده، هو كل اللي قالوه ان هم قد ايه هم طاقه الانتاج عندهم، بس احنا يعني العالم كله دلوقتي في مواجهه
وباء شامل، فبالتالي أول ما يثبت أمان وفعالية المصل أنا متأكد إن المؤسسات العالمية كلها هتبتدي تتعاون علشان إصدار المصل بأي طريقة متاحة.